أبنائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة شعبة اللغات والترجمة، دي الفاينل ريفيجن لمادة البوتري، الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، الفرقة الثالثة. يلا نبدأ المراجعة. اول حاجة طبعا اول سؤال انتوا بتسألوا عنه من اول الترم، الامتحان هيجي ازاي؟ مقالي ولا بابل شيت؟ الامتحان بابل شيت، ونوع الاسئلة اللي فيه هو سؤال واحد فقط ام سي كيو، يعني اسئلة الامتحان جميعها اسئلة اختيارية، مش هيكون في صح او غلط ومش هيكون في توصيل. كم عدد أسئلة الامتحان؟ 40 سؤال فقط، وده يخلينا نركز واحنا بنحل عشان هيكون الغلطة الواحدة عليها درجتين، فما نظللش بقى كورتين جنب بعض والكلام ده، ونحل بالرصاص عشان هتبقى الغلطة باتنين، ده هيكون يعني هتجمع درجات بسرعة. فممكن تكون عندك أخطاء قليلة بس تلاقيها عملت معاك درجات كتيرة، اتخصمت منك من المادة، فياريت تخلي بالك من الموضوع ده. نحل بالقلم والرصاص عشان يبقى عندنا فرصة لغاية آخر الامتحان ان انا لو عاوز اصحح الإجابة بتاعتي امسحها واظلل الدايرة التانية، لكن لو بالقلم الجاف هيبقى انت كده خلاص فقدت درجة السؤال بالكامل. ده بالنسبة لشكل الامتحان. بالنسبة للكورس بتاعنا، المنهج بتاعنا او السيلابس بتاعنا اللي احنا اخدناه الترم ده، اخدنا 3 schools of poetry. اول واحدة فيهم كانت النيو كلاسيكال سكول اوف poetry، تاني واحدة كانت البري رومانتك سكول اوف poetry، تالت واحدة كانت الرومانتك سكول اوف poetry. هنبدأ بالنيو كلاسيكال سكول اوف poetry، جاي عنها سؤالين في الامتحان بيتكلموا عن الخصائص بتاعتها والديفينيشن بتاعها، ليه هي اسمها نيو كلاسيكال وايه هي اهم الخصائص بتاعتها، يعني بدون شرح انها بس ستريست كانت بتأكد على ايه وايه وايه وايه. وده كان اول درس عندك في الكتاب، وعندك فيديو على اليوتيوب عامل مقارنة شاملة وافية بين النيو كلاسيكال سكول وبين الرومانتك سكول اوف بوتري، يا اما تشوف الفيديو يا اما تذاكر من الكتاب. بعد النيو كلاسيكال سكول اوف بوتري بدأنا في النيو كلاسيكال بوتري. في النيو كلاسيكال بوتري ما درسناش غير 2 شعراء فقط، جون درايدن والكسندر بوب. جون درايدن درسنا له قصيدة واحدة بس، أبسالوم أند أخيتوفل، وقلنا إن دي أسماء شخصيات دينية بيبليكال كاركترز، وإنها يعني بقى ليها بوليتيكال امبليكيشن بالنسبة للشخصيات الدينية، إن أبسالوم ده عمل تمرد ضد باباه وفي الآخر قتل، وبالنسبة للناحية السياسية ان ده بيساوي شخصية ديوك اوف مونماوس، الابن غير الشرعي للملك تشارلز الثاني اللي كان عاوز يعمل انقلاب على باباه، وفي الاخر يعني بابا سامحه بس في الاخر عمل انقلاب على عمه جيمس الثاني فعمه قتله، ففي الاخر برضو كان مصيره الموت. فالقصيدة هنا قصيدة دينية سياسية، المين ثيم بتاعها اللي هو الريفولوشن الثورة او التريجري الخيانة، لأنها مش ثورة شرعية، دي خيانة عشان حد ياخد ملك أو حكم من حد وهو مش من حقه. بعد كده درسنا تاني شاعر معانا ألكسندر بوب، ودرسنا له 3 قصائد، إيسي أون مان، بالرغم أنها قصيدة لكن اسمها إيسي، إيسي يعني مقالة، وده بسبب ان هو عاوز يدي للقصائد بتاعته جو من السيريوسنس اللي هي الجدية، فعاوز الناس تاخدها بمحمل الجد كأنها مقالة أرتكل، فعشان الناس تهتم بيها. إيسي أون مان قصيدة بتدعو الإنسان أو بتدي للإنسان نصح وإرشاد، أجينست برايد ضد الغرور،
وبتسخر من الشخصيات المغرورة زي العلماء اللي هم فاكرين ان بالعلم بتاعهم ان هم هيملكوا الكون وهيبقى ليهم بقى يعني مكانة يعني تنافس الذات الإلهية والكلام ده. فهي ستاير اجينست برايد. بعد كده ايسيو اون كريتيسيزم، دي الخطاب فيها موجه للنقاد، النقاد بيحذرهم اجينست بريجيديس، ضد الانحياز. يعني مش عشان انت بتحب الكاتب ده وهو صاحبك فيكتب اي عك وخلاص، وانت تقول عليه ده راجل جميل وكتاباته حلوة، او ان انت فلان ده كاتب شغل حلو قوي بس هو مش صاحبك، او انتوا بينكوا تاتش فتقول عليه ده فاشل، ده كتابته مش نافعة. لا، هو حذر ضد كده تماما تماما تماما. وبيدعو النقاد ان هم ما يبقوش فولت فايندر، يعني حد عمال ينقي الاخطاء للناس، وان هو يعني to look at او to review the work of art as a whole، يعني بص كده للانفلونس او للإفكت بتاع العمل الادبي ككل، مش تمسك في كلمة كلمة وتقول اصل الكلمة دي زايدة حرف ودي ناقص حرف ودي كانت المفروض تكون هنا ودي كانت المفروض تكون هناك. لا، بص للعمل الأدبي كشكل جمالي في النهاية زي اللوحة كده على بعضها. وطبعا ان هو لازم يحكم عقله ما يحكمش اهواءه، والكلام اللي احنا قرناه في القصيدة، وطبعا الابيات اللي احنا قرناها فقط. القصيدة الثالثة قصيدة The Rape of the Lock بتاعت خصلة الشعر بتاعت بليندا اللي هي في الحقيقة أرابيلا. القصيدة دي قصيدة مهمة جدا جدا جدا، وجاي عنها أسئلة كتير قوي. فالقصيدة دي نسمعها كذا مرة، نسمعها من اليوتيوب ونقراها من الكتاب، ونهتم بالفيجرز اوف سبيتش اللي جات فيها، نهتم بالفيجرز اوف سبيتش اللي جات فيها اللي احنا طلعناها من الكتاب. يبقى أول قصيدة في المنهج هنتسأل في الـ figures of speech بتاعتها قصيدة The Rape of the Lock. لكن القصايد اللي فاتت دي يعني كانت ان احنا نكون فاهمين الثيم والمناسبة، الكونتكست بتاع القصيدة والكلام ده. لكن The Rape of the Lock نذاكرها كويس من كل النواحي، ثيم وشخصيات ومناسبة وفيجرز اوف سبيتش، عشان جاي منها اكتر من 8 اسئلة لوحدها ومنهم الفيجرز اوف سبيتش. بعد كده دخلنا على البري رومانتك بوتري، وبرضو في سؤال على الكاركترستكس اوف ذا بري رومانتك سكول اوف بوتري. طبعا هي ترانزيشنال سكول، مدرسه انتقاليه بتوين ذا نيو كلاسيكال سكول اند ذا رومانتك سكول. المدرسه دي بتؤمن كده ببعض الخصائص او الصفات مميزه ليها هي بس، زي الريتريت اللي هو الانسحاب من جو المدينه الى الريف او الغابات، وزي السبلايم ان هم مفهومهم عن الطبيعه انها مكان للرهبه، و يعني كذا خاصية موجودة عندنا في الكتاب، فياريت نذاكرهم من الكتاب. أخذنا عنها قصيدة أود تو إيفنينج لتومسون اللي هو كان بيعمل فيها أبوستروفي لإلهة المساء، بيكلمها يعني بيكلم المساء بيشبهه إن هو إلهة. فنشوف الأبيات اللي احنا كنا مخططين عليها فقط، مطلوب بس ان احنا نفهم المعنى بتاع القصيدة، الشاعر بيكلم مين، وازاي القصيدة دي متحقق فيها السبلايم اللي هو رهبة الطبيعة، ان الطبيعة اتشبهت هنا انها شيء مثير للرهبة او للخوف او للفزع، وان الانسان كان هيلبلس. بعد كده هندخل على مجموعة قصائد ويليام بليكس، درسنا له حاجات كتيرة قوي، درسنا لام وتايجر، ودرسنا بويزون تري، ودرسنا سيك روز، ودرسنا لندن، ودرسنا ذا ليتل بلاك بوي، ودرسنا ذا تشيمني سويبر. في الحقيقة عشان احنا محدودين بعدد أسئلة الامتحان،
فما كانش في فرصة ان احنا نسأل في كل القصائد دي، فركزنا على بعض القصائد ولغينا بعضها، اولا للتخفيف عنكم للمذاكرة، وثانيا عشان كده عدد اسئلة الامتحان هنبقى محتاجين 40 سؤال على الـ40 اللي جايين. فاحنا لغينا من ويليام بليك قصيدة لام وتايجر عشان نخفف عنكم. فانت بس هتذاكر بويزون تري وسيك روز ولندن وليتل بلاك بوي وتشامن سويبر. طبعا هنا المذاكرة في ضوء الحاجات اللي احنا كنا بنقراها من الكتاب او على اليوتيوب وطلعناها. بس اكتر قصيدة جاي عليها اسئلة كتير والفيجرز اوف سبيتش بتاعتها مهمة جدا 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 هي لندن. قصيدة لندن جاي عليها اكتر من 5 اسئلة، الفيجرز اوف سبيتش بتاعتها جاية. باقي القصائد زي بويزون تري وسيك روز نركز قوي على التايتل بتاعها، نشوف ايه الفيجرز اوف سبيتش اللي موجودة في التايتل بتاعها ونركز عليه، ونبقى فاهمين القصيدة الثيم بتاعها بيتكلم عن ايه. وكذلك ليتل بلاك بوي وتشامن سويبر نكون فاهمين الثيم بتاعهم، القصيدة بتتكلم عن ايه. زي مثلا ليتل بلاك بوي القصيدة بتتكلم عن الريشيزم او الريسيزم اللي هي التفرقة العنصرية وموقف الولد ومامته، اما التشامن سويبر بتتكلم عن التشايلد ليبر اللي هو ظاهرة عمل الاطفال. فدول نكون فاهمين القصة بتاعت القصيدة كويس قوي والثيم بتاعهم. لكن قصيدة لندن نذاكر كل فتفوتة فيها. بالنسبة لويليام بليك مش عاوزين المقدمة الطويلة بتاعته، ولكن بس عاوزين الحتة اللي هي ان هو كتب كل مؤلفاته في ديوانين، ديوان اسمه Songs of Innocence وديوان اسمه Songs of Experience. هو ده كل اللي احنا عاوزينه بس من حياة ويليام بليك. طبعا الامتحان اوفر اول مفهوش اي اسئله خالص عن حياه اي شاعر الشخصيه، لان زي ما قلنا هيبقى كده محتاجين عدد اسئله كتير جدا جدا، فاحنا كان التركيز على القصائد نفسها. فما فيش اي شعر جالك عنه كلام شخصي خالص باستثناء ويليام بليك، بس نعرف الديوان بتاعه. The Romantic School of Poetry المدرسة الرومانسية اللي أسسها في بريطانيا ويليام ووردسورث بإعلانه أو بنزول الـ Preface of the Second Edition to the Lyrical Ballads اللي أعلن فيها خصائص المدرسة الرومانسية. درسنا له القصائد دي I Wandered Lonely as a Cloud و Solitary Reaper و She Dwelt Among the Untrodden Ways و Composed Upon Westminster Bridge. بالنسبة لقصيدة Solitary Reaper دي ملغية، هنلغيها يعني ما كانش لها مكان خالص في الأسئلة. بالنسبة لقصيدة I Wandered Lonely as a Cloud و She Dwelt Among the Untrodden Ways جايين نقف الامتحان نركز على الفيجرز اوف سبيتش اللي فيهم والميتر بتاع I Wandered Lonely. اما composed upon Westminster Bridge فنركز قوي على الثيم بتاعها والرسالة اللي كان الشاعر كتب القصيدة من اجلها، كان عاوز يبين ان بريطانيا بلد الحريات وانها كل حاجة فيها حرية وفيها رخاء، مش زي ما الناس بتقول، الناس اللي هي من وجهة نظر يعني مأجورين وكده، وان القصيدة كتبت على شكل سونت. فاحنا نركز قوي في مذاكرتنا على Composed Upon Westminster Bridge، هي أكتر قصيدة جاي فيها أسئلة، وراها I Wandered Lonely as a Cloud وآخر حاجة She Dwelt Among the Untrodden Ways وجاي منها Figures of Speech. درسنا تاني شاعر رومانسي معانا من الجيل الأول كوبلا خان و رايم اوف انشنت مارينر. كوبلا خان كلها اورينتاليزم، بتتكلم عن المرأة الشرقية والملوك الشرقيين، الملوك ان هم طغاة وبيحبوا الحروب ما بيحبوش السلام، والمرأة الشخصية يعني غير فاضلة زي المرأة الأوروبية.
فاحنا نكون فاهمين فكرة القصيدة كويس، ونكون فاهمين يعني ايه اورينتاليزم، وفاهمين معنى القصيدة والابيات اللي احنا ترجمناها، يعني نكون فاهمين القصيدة كثيم، لكن مش جاي منها اي figures of speech، يعني جاي الافكار بس اللي في القصيدة. زيها The Rime of Ancient Mariner، تعرف القصيدة كقصة أو حكاية، ونوعها الأدبي إيه، هي طبعا بلد موال شعبي، وتكون فاهم القصة بتاعتها كويس، الراجل قتل مين وإيه المغزى من ورا القصة. بالنسبة لجون كيتس، كتب قصيدتين، أود تو نايتنجيل، أغنية لطائر العندليب، وده هنا الشاعر فيها كان بيعبر عن مرضه الشديد وإحساسه بالألم، وبعد كده لفت انتباهه إن الطائر العندليب عمال يغني بفرحة وبيطير فوق الشجر، وإن هو بيحسده على إن هو مش حاسس بالألم اللي الشاعر حاسس بيه. فتمنى ان لو يطير مع هذا الطائر في رحلة يبعد فيها عن الارض بمتاعبها وبمرضها وبالمشاكل اللي فيها. طبعا هنا القصيدة فيها image of flight اللي هي صورة الطيران، اللي هي صورة متكررة، صورة متكررة يعني موتيف بالإف، موتيف ريكورنت رومانتيك موتيف، يعني موضوع رومانسي متكرر في القصائد بتاعت الرومانسيين، عشان هم دايما بيكونوا مش مبسوطين من الواقع وبيكونوا عاوزين يهربوا منه إلى واقع أفضل. أود أون أجريشن أورن، أغنية على الفازة الإغريقية، وقلنا إن القصيدة دي مهمة جدا، جاي عليها برضو أسئلة كتير. لما هو شاف الفازة دي في المتحف والرسومات المرسومة على كل جوانب الفازة، وكل رسمة فيهم بتحكي قصة، وماذا تمثل هذه الفازة بالنسبة للشاعر، فنقرأ الشرح بتاع القصيدة كويس، وجاي منها figures of speech. Ode on Aggression Urn جاي منها figures of speech. الشاعر شيلي كتب لنا قصيدتين. شيلي كان معروف بين أوساط الشعراء الرومانسيين إن هو شاعر بوليتيكال، شاعر سياسي. كتب قصيدة أوزيومانديس اللي هي الملك رمسيس الثاني، بيحذر فيها الطغاة أو بيسخر من الطغاة، وخاصة كانت موجهة لنابليون بونابرت، إن دي آخرة كل طاغية مستبد بيبقى فاكر نفسه طول ما هو عايش إن هو هيفضل عايش للأبد، وإن مفيش حد هيبقى زيه، وفي الآخر بيتنسي وبنفضل بس فاكرين الطغيان والظلم بتاعه. وطبعا القصيدة دي كانت قصيدة ناراتيف وفيها 3 voices بتتكلم، صوت الشاعر، وصوت صديقه الترافلر تو ذا انتيك لاند، وصوت أوزيومانديوس نفسه اللي هو الملك رمسيس الثاني. قصيدة أوتو ويست ويند، الشعر بيتكلم عن الرياح، وبيقول لها انها both preserver and destroyer، انها رياح بتدمر وبتحافظ، بتحافظ على البذور في الارض عشان تتزرع، وبتدمر اوراق الاشجار، وبيقول لها انها ليها قوة على الارض وعلى السحاب وعلى البحر، على مياه البحر، وبيتمنى ان هو يصطحب هذه الرياح في رحلتها عشان تنشر كلماته بين الناس، وتبقى يعني الشعر بتاعه في كل مكان، ويصحي البحر المتوسط من نومه. البحر المتوسط مقصود بيها دول البحر المتوسط انها تصحى وتعمل ثورة سياسية ضد الملوك الطغاة بتوعها. قصيدة لورد بايرون، ده برضو شاعر رومانسي معانا، قصيدة ذا كورسير اللي هو القرصان، قصيدة تانية في المنهج بتتكلم عن الأورينتاليزم اللي هو الاستشراق.
اللي هو دراسة الشرق بواسطة كتاب غربيين، وطبعا بيبقى الهدف تشويه صورة الشرق أو تصويره بصورة سيئة، لكن تجميل صورة الغرب. ده من خلال القصة بتاعت جولانار وكونراد اللي ساب مراته في اليونان مديرة عشان خاطر يقعد في تركيا مع جولانار، وإزاي المرأة الشرقية مرأة غير فاضلة على عكس زوجته الفاضلة في تركيا. فده برضو أحد صور تشويه الشرق، ودي كانت صور متعمدة من الكتاب الرومانسيين لأنه مش الشاعر الوحيد اللي هو كتب كده. القصيدة هنا كل اللي انت تاخده منها اللي هو القصة بتاعتها بس، وفكرة الأورينتاليزم ازاي متحققة في القصيدة، لكن مش جاي فيها أي figures of speech. فكده بصفة عامة نلم الدنيا تاني عشان محدش يعني ينسى قصص حياة أي كتاب أي شعراء مش جاية خالص خالص خالص، ما عدا ويليام بليك إن هو بس كاتب الشعر بتاعه في ديوانين Songs of Innocence و Songs of Experience. المدارس بتاعتنا الديفينيشن بتاع كل مدرسة مطلوب، ومطلوب ان انت تكون فاهم خصائص المدرسة كويس عشان عليها اسئلة. في بعض القصائد ملغية قلناها واحنا في وسط الفيديو زي قصيدة سوليتر ريبر وقصيدة تايجر وقصيدة لام. ونراجع الفيديو تاني نشوف قلنا ايه تاني. قلنا مش كل القصائد هتتسأل فيها figures of speech، ومش كل القصائد هتتسأل فيها themes زي ما احنا حددنا في الفيديو اللي قلنا ان هو هتتسأل فيه themes قلناه، واللي قلنا اللي هو هتتسأل فيه figures of speech قلناه، فتركز فيه كويس جدا. يعني this is the end of our final revision. Thanks and good luck. Bye bye.